الأسر الكريمة، المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات التربوية مسؤولة، وعلى رأسها مجلس النواب الذي يشرع ويصوت على بعض القوانين الخطيرة، قانون حماية الأسرة، قانون ملغوم ببعض المواد التي تهدد كيان الأسرة، قانون لائحة القانون حماية الطفل والعنف الأسري، عنوانه جميل ولكن محتواه خطير أيها الإخوة. النواب أصحاب الضمير والإيمان والإنسانية والدين، احذروا التأثر ببعض السفارات في التدخل في تشريع بعض القوانين، وأنا أقول ذلك أعلم، أنا عندي علم أن بعض السفارات تدخل على أن هذا القانون يصوت عليه أو لا يصوت عليه، هذه المادة تصوت عليها أو لا يصوت عليها، لنخشى شرعنة هذه الأمور في مجتمعنا. يكفينا أيها الناس نشرع أنه يا جماعة حافظوا على أسركم. إخوان، إذا أنتم اليوم محفوظين وأنتم اليوم محميين بمجالس الحسين ومنبر الحسين وروح الحسين على أن حفظتم أنفسكم، ولكن انطوني ضمانة على أن ابنك اللي عمره 2 و3 مستقبل ماذا سيكون، حفيدك شي يكون وضعه، ستكون عندنا غيرة على ذريتنا، لا أقل، ذريتنا لا تروح، وضعنا لي يشتت، أمتنا لا تنتهك بهذا النحو من الانتهاك.